انو انا مش عارفه البستان. ألف با وبوباي قلم رصاص ومحاي انا بكتب على اللوح وانتو بتقروا وراي. الاستاذ اجا بقول اللي عارف حاله وناوي انه يشد حاله ومتاكد انه راح يقطع الثمانين يكمل تعليم. لا في تشجيع من الاستاذ ولا في تشجيع من الطالب. وين ما تروح التعليم احسن. اسكت يا زلمه، انا جامعه اطبل بطيخ يا زلمه، جاي تخول علي انت؟ بس مناشير محجر يصير كيف حرامي. والاحسن يتعلم بالجامعات، بس بالنهاية برضو ما فيش وظائف. ولا في وظائف ولا في إشي، وصارت الشغلة واسطات ومحسوبية. التعليم عندنا ببلادنا على الفاضي. والله الشغل أحسن. مش عارف كيف أطلع لك إياها. التعليم بده مصاري كثير ومش هالرواتب اللي بتنزل، فشفت إنه الصنعة أحسن. اللي زي قاعد على مكتب زي اللي برفع بلوك. حب المصاري وحب الشغل وحب الواحد يبني حاله أسرع. ألف با وبوباي قلم رصاص ومحاي أنا بكتب على اللوح وإنتو بتقروا وراي. كارما قد يسأل الناس يعني شو زمال الكارما ومش زمال، أول شيء يعني أول نقطة في الحياة. بتندم على اليوم اللي تركت بيه المدرسة. بتمنى يعني إنه أكمل يعني إن أكمل توجيهي يعني وأشعر بفرحة التوجيهي وأقدم جامعة وأتخرج، يعني كانت حياة أحلى بتكون. اللي عنده صنعة بكون عنده بيت سيارة عنده أولاد غادر يعيشهم. مثل اللي كان صاحب صنعة ولا صاحب قلعة ما تشذبش. تعلم لك صنعة وتشتغل بشغلة تساهم وتساعد أهلك وتوقف معاهم أحسن من أنه ظلك تستنى. ندمان أني تركت المدرسة، ولو ترجع الأيام لورا أقدر أكمل إن شاء الله. ليش؟ من الجامعة الفاضي الفاضي كل تهابي كلكم كل تهابي بعرض خواتك وانت معهم أخوات بلا صنعة بلا شيء. الجامعة أحسن. أستاذ عند الناس وشوف أنت شغل عند الناس قلبنا دمت. بدك مليون واسطة مشان تتوظف. ناويني ستغطين.